توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب جريمة السطو بسلاح أبيض على وكالة بنكية بالبيضاء. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون مع نظيرتها بمدينة الدار البيضاء وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم الثلاثاء 17 مايو الجاري من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية بالدار البيضاء باستعمال السلاح الأبيض. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده بضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت. وقد أسفرت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82,850 درهم المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها بضواحي منطقة تيطمليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها قبل أن يعمد لحلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه بضواحي مدينة تيزنيت. ولحاجيات البحث فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفية والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار. كما تتواصل في هذه المرحلة من البحث عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.